هلو يا جماعة، عايزة أرحب بيكم النهاردة لأول ويبينار لأكزيتس، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هتلاقوا فيه كذا ويبينار بكذا كونتنت بأنواع مختلفة. الويبينار دي سبيسيفيكلي اسمها Ask Nagaty، ودي عملناها مخصوص عشان تبقى انتمت أكتر والأعداد أقل فيها، عشان تقدروا تسألوا وتبعتوا لنا كل الأسئلة اللي انتوا عايزين إجابات عليها من Nagaty دايركتلي. معاكم أهلة الصبان، Chief Commercial Officer لأكزيتس، والنهاردة جمعنا أسئلة كتيرة من اللي اتبعتت لنا على Registration Forms، وهنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نجاوب على الأسئلة كلها، وندي برضو فرصة للأسئلة اللايف اللي ممكن تبعتوها لنا على الكومنت سكشن. فخلينا نرحب الأول بنجاتي. Thank you for being here معنا. Nagaty, you're on mute. بس هلو، ازيك يا هلا؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا Nagaty، عامل ايه؟ كويس. Nagaty، عايزاك بس قبل يعني كل الناس هنا عارفين وعارفينك طبعا اوريدي، مش محتاج introduction، بس يا ريت لو a quick intro وتكلمنا اكتر بس عن exits. طيب، الاول بشكر كل الناس اللي موجوده النهارده معانا. انا اول مره استعمل هوبن، فبرضه الموضوع بالنسبه لي اخذ وقت شويه، بس اي هوب انه كان اكسبيرينس كويس لكل الناس اللي عملت ريجستريشن. انا اسمي محمد ابو النجا نجاتي، بشتغل في التكنولوجي بقالي فتره طويله حوالي 14 سنه، كنت في فاوري وفي كريم وحالا وكليفر وبعض الفينتشرز، وبعدين ابتدينا استحوذنا على شركه كانت موجوده اسمها اكزيت من حوالي 5 شهور، وابتدينا نشتغل عليها عشان نملى الجاب اللي في الماركت بتاع الاستحواذات والاندماجات في فتره صعبه جدا للسوق، فنفسنا ان احنا نكون اضافه كويسه ان شاء الله. طيب خلينا نبتدي نخش في الاسئله على طول، وانت جالك اسئله كتيره قوي يا نجاتي، فانا هحاول على قد ما اقدر ان انا تو جروب ذم عشان الوقت بتاعك برضو ما نضيعهوش كتير. من اول الاسئله اللي جات لي، وده من اولها كده، يعني ايه اصلا exit strategy؟ وليه كشركه ناشئه او ستارت اب يكون عندي exit strategy؟ ايه لازمتها ان تبقى موجوده من الاول؟ ليه لازم مخطط لها يعني؟ طيب، هو مش لازم يبقى متخطط لها، بس الاكزيت ستراتيجي مهمه جدا، لان اي انفستر او مستثمر داخل الشركه بيجي في وقت معين يبقى عايز يخرج من الشركه او ياخد فلوسه او يعمل عائد كويس على الفلوس. فالاكزيت انواع، يا اما بيبقى اندماج، يا اما بيبقى استحواذ من شركه ثانيه، يا اما يبقى طرح في البورصه او في السباك او حاجه زي كده، يا اما لا قدر الله الشركه بتقفل. فكل دول انواع اكزيتس مختلفه. فاحنا دورنا ان احنا بنحاول نساعد الشركات ان هي تجيب عائد بطريقه مظبوطه للمستثمرين بتاعتها، او ندور لشركه اكبر على شركه اصغر ان هي تستحوذ عليها. طيب لو حد مش حاطط او شركه مش حاطه اكزيت استراتيجي، هل ده في خطوره على الشركه دي، ولا يعني بتفرق از ا كومبيتيتيف ايدج ما بينها وما بين شركه حاطه لنفسها اكزيت استراتيجي واضحه من الاول؟ والله انا دايما يعني انت عارفه ايه يعني رايي في الموضوع ده، ان الناس تركز اكتر على الشغلانه نفسها، يعملوا الشغلانه صح ويخلوا الشركه رايحه في اتجاه المكسب او انها تكسب في وقت معين. و لو الشغلانه معموله صح وفي ديفنسيبيليتي او في حاجه معينه بتميز الشركه دي، هي اكزيت الستيك بطريقه او باخرى، سواء بقى عن طريق انها تتباع لشركه ثانيه او عن طريق طرح في البورصه او في كذا حاجه، بس المهم الشغلانه تبقى معموله مظبوط. يعني هو ده احسن اكزيت ستراتيجي، ان الشغلانه تبقى معموله صح. طيب بالظبط. يعني since you mentioned بقى المرجرز والاكوزيشنز، هل هي اكتر نوع popular او اكتر حاجه معروفه ما بين الستارت ابس او ما بين الشركات الناشئه، هي المرجرز اند اكوزيشنز كنوعيه من الاكزيت ستراتيجي؟ هي اكثرهم وجود، يعني لان الطرح في البورصه صعب وبياخد وقت كتير. يعني شفنا فوري واي فاينانس بس اتطرحوا، بس دي شركات بقت عملاقه يعني معاها فلوس كتير، معاها مكسب بطريقه معينه، ملاءه ماليه شكل معين، يقدروا يلتزموا بالجفرنس والطلبات بتاعه البورصه والهيئه في الطرح. لكن الاندماجات والاستحواذات سهله، ممكن اي حد يعملها، يعني سواء شركه بجنيه او بمليار او ب 10 مليار، كله يقدر يندمج ويستحوذ
مع شركات تانية او على شركات اصغر او يتباع لشركة اكبر بطريقة اسهل، يعني اسهل كتير او اسهل الطرق للتخارج هو الاندماج والاستحواذ. طيب بالنسبة للسوق حاليا اللي انت شايفه، طبعا احنا شايفين احوال السوق في العالم كله مش بس في المانا ريجن، يعني الـ M&A رايح على فين، او الـ Mergers and Acquisitions رايحة على فين اتليست السنتين الجايين دول، انت شايفها رايحة على فين؟ والله انا من اخر كوارتر السنه اللي فاتت وانا بقول ان 2022 سنه الام اند اي وسنه الميرجرز والاكوزيشنز، واي ثينك ده اثبت يعني عن طريق الارقام. اي ثينك ان ده هيزيد الفتره الجايه، وزي اي حاجه هيفضل يطلع وبعدين هينزل تاني. انا تخيلي انه هيفضل يزيد لغايه الربع الثالث من 2023 وبعدين اوكي، هيبتدي يقل تاني، ده تخيلي يعني. ان هي هتفضل زايده حتى في الريجن عندنا في منى، وبعدين يبتدي يقل تاني في 2023 بتقول. في اخر 2023 ممكن يبتدي يقل شويه تدريجيا، هو بيزيد لما السوق بيبقى فيه لخبطه، لان الناس لما ما بتلاقيش اكسس تو كاش وما بتلاقيش فرص لفلوس داخله لهم بيلجأوا لان هم يبيعوا الشركه. وفي نفس الوقت الشركات لما بتبقى مش عارفه تكبر بالطريقه الطبيعيه بيبقى ساعات اسهل لها انها تستحوذ على شركه في نفس القطاع او في بلد تانيه بتعمل نفس الحاجه عشان تقدر انها تكبر اسرع. في الظروف الصعبه الاستحواذات والاندماجات بتزيد بشكل شرس يعني. لما السوق بيظبط وبيبقى فيه كاش كتير، استثمارات كتير تقدر تخش، بيبقى فيه اسباب اقل لان الشركات تتباع، لان هي كله بيبقى معاه فلوس. طب وبالاسباب، يعني speaking of that بقى، عشان في طبعا زي impression كده دايما الناس بتاخده ان لو الشركه بتقع هي بس اللي بتعمل merger acquisition معناها انها بتعمل merger acquisition، فعايزين نغير المفهوم ده ده مش عشان حقيقي، ده مش حقيقي. معظم اللي بيتباعوا انجح الشركات. يعني هدي مثال، مثلا بفاتوره لسه متباعه لاي اف جي ارماس من حوالي شهر، كانت شركه ناجحه جدا ومكسره الدنيا واتباعت. كريم لما اتباعت لاوبر كانت شركه ناجحه جدا ومكسره الدنيا اتباعت. بالعكس، ما حدش هيبقى عايز يشتري شركه بتقفل او فلاش سيل زي ما بيقولوا، كله هيبقى عايز يشتري شركه ناجحه هتضيف لوجوده يعني. بالعكس، البيع دليل على نجاح الشركة وليس دليل على الفشل، ده دي معلومة غلط. دي معلومة غلط. طيب ازاي الشركة ناشئة او ستارت اب او حتى اس ام اي صغيرة تقدر تحضر نفسها لو هي هتخش في ام ان اي، يعني تبقى ريدي لحاجة زي كده، ايه المقاييس اللي ممكن تكون والله حاجات كتير مهم جدا يعني بتعملي اسك ايمن بقى، يعني اللي هو الشيف بس بتاع اوفيسر اللي معانا، هو يبقى تفاصيل عنده هتبقى احسن في دي. بس بطريقه بسيطه كده، مهم جدا ان الشركه تبقى ورقها مظبوط، تبقى ميزانياتها مظبوطه، يبقى الموظفين اللي فيها عندهم ورق صح، الداتا روم مظبوطه، البراند بتاعها يبقى كويس قوي، بتشتغل في حته يعني عندها ماركت بتاعها، يعني ليها سيجمنت او قطاع مسيطره عليه بشكل كبير. والاهم من كل ده دلوقتي ان اليونت ايكونومكس او الارقام تبقى كسبانه. This is very important. So that's like five clear things: the financials, the team, the brand, the market, the unit economics. If we're going to take five things, these are like the five core. ولو في رخص مثلا تبقى واخده رخصها، لو في موافقات تبقى واخده موافقاتها، ما تبقاش illegal، ما تبقاش بتعمل حاجه غلط، لان ما حدش هيشتري حاجه مش مرخصه في الزمن ده بالذات. بالذات طيب speaking of بقى الزمن ده والستارت ابس، عشان ده سؤال برضو جالنا منه كذا حد بيسأله، الفاندنج للستارت ابس او الناس اللي بتخش ريزنج فاند ريزنج الفتره اللي جايه دي، انت شايف بالنسبه للمانا ريجن سبيسيفيكلي السوق عامل ازاي الفتره اللي احنا فيها من دلوقتي لغايه سنه قدام كده؟ والله ما فيش فلوس خالص. يعني ببساطه خير يعني ماني ماني از فيري 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 لو، اللي هيحط فلوس هيحط فلوس بعد ما يطلع عين الستارت اب ويفرمها يعني. ف يعني لو كان هنقول ان الايزنس بتاع الفند ريزنج كان 90% السنه اللي فاتت، التقييم البسيط هو السنه دي 10. Okay, that's a huge difference. للاسف يعني. طيب في حد كان بيسأل، لو انا دلوقتي entrepreneur لسه ببتدي،
في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي؟ What advice أو تنصحه بإيه وهو لسه بيبتدي في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي؟ لو نصيحة ما يبدأش دلوقتي. لو ليه نجاتي؟ لو يا نجاتي عايزين نشجع ال... يعني أنا راجل صريح يعني لو لو دلوقتي حالا I wouldn't start now غير لو أنا معايا فلوس وأنا entrepreneur معايا في كاش أو معايا investors جايين معايا من الأول هيرهنوا عليا. بس starting now with no backing قوي is close to impossible. It's a real struggle يعني it's like an upward path. صعبة جدا جدا جدا. طيب في سؤال very interesting جه فانا ه approach you كده. Do you think حد كاتب do you think ال... انا هقولك بالانجلش بس انت يعني جاوب بالعربي عشان احنا قلنا ان الويبنار دي اول واحده دي هتبقى بالعربي ان احنا هنحاول نعمل مره انجلش مره عربي. في حد متضايق انها بالعربي هنا بس يعني we're very sorry but we had to do the first one in Arabic. Yeah, we apologize because most of the audience was in 85% to 95% actually can Arabic, so that's why we apologize. And we promise the next one will be in English. Okay. Nagaty, do you think that that sharing the exit strategy with your company employees can have an impact on the morale or the opposite? يعني لو أنا قايل للموظفين اللي عندي إن the الشركة هتبتدي through an exit, زي merger acquisition. هل ده بيأثر بطريقة سلبية ولا إيجابية على الـ employees؟ السؤال ده عظيم. للأسف هو عادة بيبقى سلبية لأن الناس بطبعها بتخاف من التغيير وبتقلق من عدم الاستابيليتي. وأي change بيعني تأثر التيم بلا شك عشان بس مباشر يعني. ولكن دور الفاوندرز أو دور الليدرشيب اللي بيبيعوا الشركة والإنفسترز إن هم يأمنوا التيم ما بعد الإكزيت. أوكي. وديس إز إكستريملي إمبورتنت. قد تكون أهم من الفلوس أو هي أهم من الفلوس. لازم يأمنوا التيم بتاعهم ويتأكدوا إن التيم ده مش هيبقى عنده مثلا مش هيتمشى مش هيتقلل مرتبات مش هيبقى ساعات كتير بيبقى فيه نفس الفانكشنز جايه على فانكشنز فاللي اشترى بيبقى مدير اللي اتباع. اوكي برضه يفضل يؤكد ان ده ما يحصلش بطريقه او باخرى والاكفأ هو اللي يدير الاقل كفاءه يعني. بيرفكت. طيب حد برضه بيسالنا لو شركه ناشئه في الجروث ستيج وحصل فجاه زي الماركت كونديشنز احنا فيها فوقفت الجروث ستيج الجروث بتاعها ده وقف او ما بقاش زي ما هو كان طالع الشانسز بتاعها احسن ان هي تو ريز موني ولا تخش في ام ان اي لو هي في الجروث ستيج؟ كل ما الشركه تبقى ريست فلوس اقل او يعني لمت فلوس اقل اسهل بكتير قوي انها تتباع من شركه لمت فلوس اقل. فكل ما قرار البيع يتم بس يبقى الشركه عندها ريفينيو واثبتت نجاحها بدري كل ما يبقى اسهل لاصحاب الشركه ان هم يعملوا فلوس. وده عكس اللي كانوا بيعلموه لنا زمان. يعني زمان كانوا يعلمونا يقولوا لنا الا لم فلوس لم فلوس لم فلوس واكبر اكبر 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 اكبر. طيب انت لميت 100 مليون دولار هتتباع بكام؟ ما انت صعبه ممكن تتباع بكتير بس صعبه. لكن لو لميت اقل وقدرت توصل بالاقل لحته ابعد هتقدر تعمل فلوس احسن. فهي اتس اباوت لميت قد ايه وعملتوا بيهم ايه. اوكي. ولو في لو في فرصه للاستحواذ لازم الشخص يقف ويسمع للفرصه دي حتى لو مش عايز يبيع. طيب لو فاميلي هاو كان فاميلي بزنس براند اتسلف تو بيكم ا ستارت اب اند وات ار ذا احنا قلنا على حته ستراتيجي فاكس يعني حد فاميلي بزنس عايز ان هو يقلب ستارت اب هل ده ممكن يحصل او ده بيحصل؟ انا شخصيا اشتغلت على كذا واحده من دول. بيتعمل براند يبقى في انتربرينور يعني في حد من العيله او حد موثوق فيه تبع العيله هو اللي بيدير البراند وبيطلع البراند ده وبيعمل بيه شركه جديده والشركة دي بتبقى كأنها ستارت اب. الاكزامبلز كتير جدا بيسموها كوربريت فينتشر ستارت ابس.
corporate venture startups. اوكي. فليه؟ لان هي corporate خارجه من corporate او family office. venture لانها حاجه جديده او حاجه بتتعمل جديده. وستارت اب لسه طالع. واللي بيدير ده ممكن يبقى حد من جوه الكيان طالع يبقى سي او او مانجنج دايركتور او فاوندر او كوفاوندر للكيان الجديد ده. و في معظم الاحيان ناجحه. Amazing. طب I hope this answered your question. احنا دلوقتي بناخد بعض الاسئله اللايف يعني جاتي من ناس مختلفه يعني. فممدوح بيسال ايه اكتر التايم اللي احنا فيه ده؟ اتس نوت بروميسنج. الناس بتستخدم كلمات حلوه قوي على انها توصف الوقت اللي احنا فيه ده, نوت بروميسنج, كلمات خفيفه يعني. فبيقول لك ايه البوسيبيليتيز فور انفستمنت في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي؟ انفستمنتس بتحصل يعني. انا بيرسونلي اي انجل ام ان انجل انفستر لكابل اوف كومبانيز. استعمل انفستمنت من 4 ايام بس. هي الفكره والفاندز بتخش في شركات ولكن الاسعار اقل كتير قوي من قبل كده. يعني السيد راوندز الطبيعيه قبل السنه اللي فاتت كانت بتوصل, انا بقول بس افريج, من 10 ل 15 مليون دولار تقييم على فكره. ده طبعا ما بقاش موجود خالص, ودلوقتي الكلام ما بين 1 و3. ولما كانت الناس بتبقى اثبتت تراكشن وكده كانت بتوصل من 40 ل 50. النهارده هي ما بين 8 و12. فالاسعار رخصت, بقى في ريبرايسنج للسوق كله. بس بقى في لسه في انفستمنت بس قليل قوي وبيسموه ايه, عزيز قوي. It's difficult to acquire. طيب محمد بيسأل سؤال حلو دلوقتي, بيقول لك لو أنا شركة و they got acquired, حد احتاز يعني, they got acquired by a huge tech company, اسم كبير, وبعد كده الشركة دي جاية بتحاول بقى تريز ماني تاني, يعني خلاص it's an acquired company startup and they're rebuilding and they're continuing. هل في البيتش داك لو حطوا ان هم كانوا acquired by a huge company it's a good perspective بالنسبة للVCs, بيشوفوها كحاجة حلوة ولا بيشوفوها ايه, كحاجة وحشة؟ كانت حاجة وحشة بقت حاجة حلوة. اشمعنى؟ يعني ما قبل العاصفة كانت لا اروح في حاجة stand alone لوحدها flying light. يعني دلوقتي لا, انا عايز اتاكد ان في باكر وفي فاميلي اوفيس عندها ماجوريتي او عندها حته كبيره عشان تلحق الشركه, وفي شركه بتقون ودي سبسيديري ليها هتلحقها. كله بيفكر دلوقتي في البقاء وليس الارتقاء. دي حلوه دي. حلوه دي, حلوه. طيب مين اللي مور اكتف دلوقتي في الماركت, الاستراتيجيك ولا الفاينانشال تايب اوف انفسترز؟ استراتيجيك قولا واحدا. ممكن تشرح الفرق بين الاثنين للناس اللي مش عارفه الفرق بين استراتيجيك والفاينانشال؟ الفرق بين الاثنين اوبر باين كريم اذا استراتيجيك اكويزيشن, غبور انفستنج حالا اذا استراتيجيك انفستمنت. رايا باجدان لما انفستد ان فوري واز استراتيجيك انفستمنت. حد okay. من قطاع متشابه بينفست في شركه عشان يطلع دم جديد, ده استراتيجيك. ده الاستراتيجي. فاينانشال فاينانشال ان حد معاه فلوس عايز يحط فلوس في حاجه ومالوش دعوه بالقطاع. انفستر بلين. فانت شايف ان الاستراتيجيك اكتر من الفاينانشال في الفتره اللي احنا فيها دي؟ حاليا. قبل كده لا, حاليا انا حاليا. طيب حد كاتب our company is a corporate and not technology related and we're seeking investment. We are working on recycling waste management and have a brand and a good market position and we're seeking fundraising, but we're not able to find right investors. We do the pitching with everyone and everyone becomes interested, but no one puts money because they don't know the industry. How can I find the right investor to match what I'm doing with the lack of funding starting to shrink our growth? ما عنديش معلومات كافية عن القطاع اللي هي فيها وهو فيها عشان أقدر أرد. بس من فوق كده ممكن تروح لبلاد تانية, حد عمل شركة شبيهة ينفستوا معاها أو معاها أو يساعدوا.
اوكي سو الفكره اي ثينك هي كانت في حد برضو كان سائل حاجه سيميلر لكده، ان انا لما بلاقي او حد بيخش كذا مره يحاول مع الانفسترز ان هم يعملوا بيتشز وما بيوافقوش على الفند ريزنج، هل ده بيبقى عيب من البيتش نفسه او من الايديا نفسها السيت اب اللي فيها، ولا فكره ان هو دلوقتي اصلا ما فيش فاندز يعني السوق يعني، or is it a mix of both؟ It's a mix of both. هو السوق ما فيهوش فاندز. على فكره الانفستر معاهم فلوس كتير قوي. يعني الانفستر دلوقتي الدراي باودر او يعني الفلوس اللي مع المستثمرين اكتر من اي وقت قبل كده. اوكي. بس المستثمرين خايفين يحطوا فلوس. يعني الكاش موجود و sitting there in the banks of the VCs and the LPs and the GPs. يعني it's sitting in the funds. اكتر من اي وقت. اكتر من اي وقت تاني. بس الناس خايفة تحط فلوس. هو خوف اكتر ما هو عدم وجود كاش. طيب حد بيسأل ومش عارفة طبعا هنعرف نجاوب على السؤال ده ولا لا، بس يعني ايه اكتر sectors او يعني industries I guess what sectors lack solutions or startup impact؟ ده سؤال صعب. الاجريكالتشر. الاجريكالتشر الاي اي، الذكاء الاصطناعي والزراعه، مواد البناء. اوكي. ايه تاني الصناعه بشكل عام. محتاجه ديسربشن يعني. سو اندستريال اند كونستراكشن يعني. بالظبط. اوكي سو وات از وين، طبعا دي حاجه يعني احنا ما حدش هيقدر، بس نحاول فيها يعني، امتى شايف ان الانفسترز هيرجعوا تاني الماركت زي ما كان to actually push money back in؟ currently the Ukraine crisis is a showstopper for all investors and it may take a lot of time. What do you think? انا رايي ان عمر ما الماركت هيرجع زي ما كان، هو شكله هيتغير، هيبقى في نيو نورمال زي ما بعد الكوفيد كده. The new norm. بالظبط. يعني الناس مش هترجع بنفس الطريقة، هترجع بشكل تاني أكثر حذراً، أكثر تدقق للشركات، بس هينتج عندها شركة أو شركتين أو ثلاثة هيبقوا هيوج، لأن هياخدوا مكان الشركات اللي ما عرفتش تلم فلوس. Okay, so it's going to be completely different عن ما كانت في الأول، بس it's not going to be as bad as it was, it is دلوقتي. انا شايف برضو حد قال بيسال بيقول ايه الفرق ما بين اكزيتس وباي؟ فين ده؟ انا ما شفتش ده. ده على الشات في الكومنتس. ممكن نحب نشرح لهم تحب اقول لهم انا هشرح واهلا برضو هتعدل عليا. باي از هولدكو. باي از شركه ذات بايز اند انفست اند كرييتس اند سبورت كومبانيز. باي از ذا يعني هي اللي اشترت اكزيتس في الاول، وبعدين دلوقتي بنعمل راوند عشان ريستراكشر شويه الدنيا. باي از نوت ان اوبريشنال كومباني. باي از جاست ا كومباني ذات بايز انفستس اكوايرز سبورتس كو انفستس ان كومبانيز. دي باي. اكزيتس از اند ام اند اي بوتيك بحته تكنولوجي، فتقدر ان هي تعمل ميرجرز واكوزيشنز او بارشل اكزيتس او حاجات زي كده على مستوى الشركات. Buy also provides consultancy and a form of investment banking but on a higher scale and support في التيم وسupport في البي آر وسupport في الحاجات دي. فBuy ما فيهاش operation. Buy بتsupport الشركات وبتعمل شركات وبتinvest في شركات. Exit is one of the products of Buy اللي بتتحول دلوقتي انها تبقى standard. هسيب اهلا برضو يعني بجد. هي بس الحاجه الوحيده ان اكزيتس از ان اونلاين انفستمنت ماركت بليس، اتس ا فيرست اوف اتس كايند ان ذا مينا ريجن. ذاتس ذا كي او ذا ايدج اوف ات، ان اتس ان اونلاين انفستمنت بوتيك ام ان اي ذات كونكتس بايرز اند سيلرز فيرتشوالي اونلاين اند ات جيفز اكسبوجر للماركت اللي هو ما حدش بيبص له او مش ادريس، اللي هو الستارت ابس والاس ام ايز اللي most investment bankers are actually not looking at them. يعني فده ال kind of flavor أو ال key part fintech investment banking. yes fintech investment banking. طيب حد بيسألنا when do you expect
the end of the hockey curve of the fintech investments and startups. ده سؤال شرس جدا. فينتك is the new financial industry. ففينتك يعني لغاية النهاردة البنوك بتكبر. فما ظنش ان الفينتك هتديكلاين، بس ممكن الجروث يسلو داون. امتى هيسلو داون؟ بحاجتين. جزء منه ابتدى يحصل هو قلة الكاش، قلة الفريش ماني، والجزء الثاني هو بطء الادوبشن للنيو ايدياز. كل ما الماركت يبقى ابطا في انه ادوبت افكار جديده، كل ما الاندستري بتبقى ابطا، وكل ما الماركت ما يبقاش فيه فلوس، كل ما الاندستري تبقى ابطا. فالاثنين ما شاء الله دلوقتي بيحصلوا، فربنا يسهل بقى. طب في حد بيسأل سؤال، انا مش عارفة بقى نديله ابوش ولا لا في الحتة دي، يعني motivation، اللي هو بمعناه امتى اجيف اب يعني، من لو I got, they got declined او كذا مرة بيقدموا الايديا بتاعهم للانفسترز و they got turned down. الناس ما بت الانفسترز بيقولوا لا، كل ما يجوا يقدموا الفكرة امتى اوقف اقول خلاص ادروب ات واقول الفكرة دي مش نافعة؟ على قد البنزين اللي معاهم يعني. هم لو هم اشخاص معاهم ملاءة مالية كبيرة ويقدروا يعني يقعدوا فترة أطول يحاولوا، ما فيش مشكلة. لو الشركة أو الانفسترز اللي باكينج دم معاهم ملاءة مالية يقدروا يدعموهم، ما فيش مشكلة. لكن ما يجوش على بيتهم وعلى حياتهم عشان شركة، لأن الأساطير بتاعت التنمية البشرية بتاعت أنا بعت العربية وبعت البيت وبعت اللبس وبعت كل حاجة وبعدين نجحت قوي، دي is one in a billion. ف I don't suggest خالص. لو في شركة incorporated في أمريكا والمين ماركت بتاعها في أمريكا، في أي possibility إن هي تattract investors from the MENA region من عندنا؟ طبعاً في جلف وإيجيبشن انفسترز بيعشقوا الـ US market يعني. It's the sweetheart of thousands of investors. Okay, I like that. The sweetheart of a thousand investors. طيب في حد بيسأل، في أسئلة very يعني إحنا مش هينفع إن إحنا نسألها ونجاوب عليها، فهنكمل عشان we don't want to talk about other يعني startups. Since raising money is a challenge right now، حد بيسأل يعني بسبب إن صعب إن أنا أريس funds والكلام ده كله، أنت شايف يا نجاتي إن it's better إن هم يتجهوا ل VC firm متخصصة في الإندستري بتاعتهم international برا، ولا angel investors from the local market؟ بصي انا يعني هقول what worked and what didn't work، مش هقول رايي يعني. What worked is الشخص يبدا باشخاص مقربين، لو مع family and friends that want to support، يعني بابا اهلا، مامة اهلا، اخوها، خالتها، واحد جمعها في جوجل، حد جمعها في الجامعه، whatever. دول الناس بيبقى في بيننا وبينهم زي ما بنقول بالبلدي عشم، ونبقى مفهمينهم ان الفلوس دي في possibility انها تروح. دي بتبقى اول طلعة. دي اول طلعة. اول كده. اول طلعة. اول قطفة زي ما بيقول. يعني في الاول invest your own money. اللي انت مش محتاجها. بعدين invest other people that are close to you money. بعدين بعدها angel investors. بعدها institutional investors. ده الطبيعي. اوكي. Okay, that I think that makes perfect sense as a flow. And I hope that answered the question. حد بيسأل لو أنا عايزة أصغر أو downsize الستارتاب بتاعي، هل ينفع إنه يعمل downsizing الستارتاب، وإيه الخطوات الصح إنه يعملها بطريقة صح؟ بص يعني we're not the best people to help you with this. إحنا we're better on the exits and growth side. بس يعني هنصح نصيحة، focus on the bottom line. اللي أكتر حاجة هتأثر على bottom line بالإيجاب وتقدر تعيش من غيرها، تخلص منها. أوكي. أنا بحاول بس عشان الوقت، إحنا قدامنا أوكي another 10 minutes. ونخلي التيم آخر حاجة يعني، نحاول ما نجيش على التيم. كنت يعني لسه يعني نسيب مكتب، نقلل صرف burn marketing، نقلل partnership بتخسر نقفلها بتاع، بس نحاول نخلي التيم آخر حاجة.
لان ده اهم حاجه في الشركه. حد بيسأل is there a platform to help individuals invest in startups؟ انت ممكن تروح very معاك. soon very soon Yes. very soon. قولوا يا رب بس. Yes. Yes. Someone is asking us what are our future plans with exits.me and I think very soon برضو. We will say this in official statements. Yes. بس big things coming forward thanks to yes. the team طبعا أهل and أيمن أول ناس سبورتو اور انفسترز عمر عامر عبد المجيد عامر عمر وجدي ادهم وجدي اند ا كابل اوف سمولر انجل انفسترز منير ثابت طارق ثابت وماني بيبل هو سبورتد اس فروم ذا بيجينينج بس وي هاف ا لوت اوف ثينجز كومينج فورورد ذات كان بي فيري انترستينج بس ذا بيس اوف ذا ماركت هيحدد احنا هنمشي بسرعه عامله ازاي عشان احنا we're being agile وبنمشي حسب الماركت عايز ايه فالبلان بتاعتنا is being adjusted accordingly. Yes and to add to that عشان كان في حد بيسأل ازاي ان هم يقدر to like sign up so basically exits.me دلوقتي البيتا فيرجن بتاعتنا موجودة اللي حابب ان هو يخش على الويب سايت directly and It's all for free currently. There is no subscription. There's nothing going on. You can برضو حد سأل السؤال ده. You can sign on as a seller or as a startup. It's completely anonymous. You just have to create an account. هتبني account على exits.me as a seller أو بايع أو عايز تبيع. يعني عايز حد يجي يعمل investment في الشركة بتاعتك أو acquire you أو يمرج معاك. أو يستحوذ. بحاول أطلعها مش عارفة أطلعها. صعبة شوية. أو لو أنت عايز تستثمر في شركة أو تشتري أو تستحوذ على شركة ممكن تسجل كباير برضو هتشوف كل المعلومات anonymously وتقدر أن أنت تاخد more information عن كل شركة بالindustry breakdown بالprice اللي بيبيع بيه بكل حاجة على exits فأرش يعني للإجابة دي I would advise أنت تخش على exits.me اعمل account وشوف أنت عايز تبقى buyer أو seller ودارك يا ترى هتشوف هناك بالضبط في فيديو برضو أهلا بيشرح ده عندنا على البيج فلو حد عايز يخش على البيج ويبص على الفيديو yes. وكل شوية هيبقى عندنا educational things وإحنا كمان بنحاول نبقى يعني thought leader شوية في حتة المرجر والأكوزيشنز لأن هي محتاجة adoption بطريقة معينة محتاجة إقناع بطريقة معينة إحنا لقينا الحمد لله traction أكتر ما كنا متوقعين بس طبعا البني ادم طماع فنفسنا يبقى اكتر يعني عشان كده هيبقى في بودكاست a lot of podcasts جايين مع different figures في الاندستري يعني ف I hope you like it نجاتي في حد بيسال عايز يفهم in detail اكتر الفرق بين merger و acquisition معلش fundamentally merger يعني اندماج يعني شركه بتعمل لب اسمر هت merge مع شركه بتعمل لب ابيض فيعملوا شركه بتعمل لب ابيض ولب اسمر ده الميرجر يعني ده الاندماج الاكوزيشن او الاستحواذ اوبر كريم اوبر شركه اكبر هتشتري شركه اصغر وتبقى جزء منها بتهيالي مفيش ابسط من كده ان احنا يعني هل في اي حد عنده اي اسئله تانية نقدر نجاوب عليها دلوقتي عشان we still have another 5 minutes time. Nagaty, بصراحة, you're so good at the direct responses to the questions. I love أنا خلاص بقى يعني بقى لي 10 سنين بعمل القصة دي يعني أنا لما بعمل interviews في ناس بتطلع عيني بس يعني this is لا amazing. يعني بقى لي 10 سنين بعملها و it's part of the job فستر من ربنا إن إحنا بنعملها كويس الحمد لله. طب في أنا مش عارفة طبعا لو إحنا اللي نجاوب على السؤال ده ولا لأ في حد بيقول what are the investment opportunities in e-commerce business؟ في سيكتور ابتدى يظهر دلوقتي عاجبني قوي يعني اي ثينك ان هو هيبقى كويس قوي بس مش بقول انه احسن واحد بس اتس انترستينج وهو الشركات اللي بتعمل برودكت المصنعين اللي بيعملوا برودكت ابتدوا يتجهوا ان هم يعملوا الاي كوميرس بتاعهم ويلموا عليه فلوس يعني حد بيعمل كاميرات حد بيعمل مراوح حد بيعمل شنط big names يعني بيعملوا spin-offs
والسبين اوفز دي بيلموا عليها فلوس. انا رايي المتواضع ان this is a very safe investment and a very cool business. عمره ما هيعمل 100 اكس و200 اكس والكلام ده, بس it's a safe one. It's a safe bet, yeah. جدا. مش عارف, انا مش فاهمه السؤال ده يا احمد. برضو في حد بيسال how to build a startup based a startup idea based on exit strategies. يعني هو عايز يبني الستارت اب. This is one of the most irritating ideas ever. ليه؟ هقول لحضرتك او حضرتك, لان وانت بتاخد بتبتدي تقول انا عايز ابيع, اعمل اي كوميرس وابيعه لامازون مثلا, في اللحظه اللي انت بتقول فيها كده في 6 مليون واحد في العالم بيقولوا كده, دي اول حاجه. تاني حاجه, امازون عبال ما انت تخلص او انت تخلصي وتطلعي, اللي هيبقوا عايزينه وقتها غير اللي كانوا عايزينه اول ما انت قررت او انت قررتي ده. تالت حاجه, مفيش حد بيبني حاجه عشان يبيعها. انا عمري ما شفت ده بينجح. اللي بيعمل حاجه بيعمل حاجه عشان فيه احتياج, وبيستخدم التكنولوجيا انها تعالج الاحتياج, وبيستخدم التكنولوجيا انها تكبر الاحتياج. انا متحيز شويه للتك ستارت اب. وهو شغال او هي شغاله او التيم شغال, في حد بقى لقى ان هم كويسين وقال لهم تعالوا يا جماعه انا عايز اشتري, دي حاجه. بس it's very hard انك تبني شركه عشان تبيعها. this is يعني محتاجه شخص خارق للطبيعه وبيشوف المستقبل يعني. ف I don't recommend this at all. build a company because you want to build a company to solve a certain need, and if it's sold it is sold. On that, في حد بيسأل where is the best global or region currently ready for, يعني حد بيسأل ايه اكتر region ready for startups and it's the best place to launch a startup حتى لو it's different than their own country. يعني مثلا هل هي Europe, Asia, Africa, Middle East, America, طب فين؟ خلينا نبسط الامور دلوقتي. العالم كله مش جاهز لحاجه جديده قوي. يعني العالم عشان حاجه جديده لازم تبقى يعني فكره رهيبه, حاجه نيو اوبر يعني نيو جوجل حاجه كده بشكل عام. فايتس نوت ذا بيست تايم تو دو سمثينج غير لو خارق. دي اول حاجه. انا متحيز جدا اليومين دول لافريقيا لكذا سبب. اول سبب, افريقيا الاسعار فيها ارخص بتاعت الشركات, الانفسترز باصين عليها جدا. ربنا بس يثبت الدنيا, ما فيهاش حروب كبيره زي يوروب دلوقتي, ما فيهاش كوارث كبيره زي بلاد كتير, و اتس يونج كونتيننت فيها تالنت كتير جدا يقدر يشتغل, وفيها بني ادمين كتير جدا تو بي سيرفد. فاي ثينك ذات افريكا فور ذا نيكست 10 تو 15 ييرز is the next Southeast Asia. لأن ده اللي حصل في Southeast Asia في آخر 15 سنة. I think Africa لغاية 2040 2045 لو ما حصلش مصايب أو changes في الكوكب يعني is a great place to do business, حتى لو من بلد تانية أو كده رائعة. طبعا البداية تبقى أقوى بلد في أفريقيا هتبقى نيجيريا, تاني بلد هتبقى مصر, ثالث بلد ممكن تبقى كينيا, رابع بلد ممكن حسب بقى يعني هي ليها حسبه كده. بس محتاج عدد بني ادمين كبير, محتاج انفسترز باصين عليها, ومحتاج تالنت. الثلاث حاجات دول هم اللي بيعملوا الايكويشن يعني. طيب I don't know يا احمد, لو في any other questions that we haven't answered. احنا حاولنا على قد ما نقدر, لان كان في 200 سؤال جه على الريجستريشن, فانا جمعتهم في into 8 categories اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول. and I think we got some of the questions. احمد بيقول لي there are a lot of questions but we don't have. هل احنا ممكن نطلع سناب شوتس ونكتب subtitles بالانجلش عشان الناس اللي كانت عايزه تشوف؟ yes we can do, we can create subtitles and translations at the bottom of the video being recorded and we can post it. حتى snippets كده عشان الناس تشوفها. yes sure 100%. بس I'm sorry because of the time, مش هيبقى عندنا وقت ان احنا نجاوب, لان there's a lot more questions بس we don't have the time. For this is why we're having Ask Nagaty another time. وهنحدد بالظبط الوقت هيبقى قد ايه يعني ال frequency of it, بس most likely it will be once every 2 months. We're going to have this session Ask Nagaty, and over the course of the coming months اللي جايه هيبقى في multiple podcasts with multiple experts in specialized topics. يعني هيبقى في topics عن valuation, how to evaluate a strategy from a financial perspective,
هيبقى معانا ايمن الطنبولي our chief financial officer، وهو هيقدر يساعدكم في الحته دي لان جالنا اسئله على الفالويشنز كتير. هيبقى معانا I suggest دين يعني this is very important، وايمن مش عشان هو co-founder اللي معانا بس ايمن is one of the best when it comes to this، عنده exposure قوي جدا. ف I would suggest ان يعني people should attend this. تبقى مور تكنيكال طبعا عني، انا راجل حلواني كده بلعب 5-6 العاب في نفس الوقت، بس it will be a very very important podcast باذن الله. Yes, hopefully and a lot more, and we're going to announce the different topics coming up. وحيبقى في a lovely educational series content coming up برضو for pushing on investment readiness for startups and a lot more to announce over the upcoming phases. فنجاتي, thank you so much for being with us tonight. And thank you, أهلا والله يعني for the smooth hosting. يعني I usually suffer with hosts بمعظم الأحيان لأن أنا scattered وأفكاري مزبزبة, بس thank you for keeping up with me as usual. يعني thank you very much. It was such a pleasure. And thank you for everyone that took out of their evening إن هم يبقوا معانا النهاردة. I promise إن إحنا will try to have a summary of everything here that was said today out on our platforms and with some subtitles للناس اللي كانت موجودة وعايزاها بالإنجليش. في ريكوست بس جالي من واحد صاحبي ظريف شوية بيقول لي أنت عملته دي 8-8 الساعة 8، عملوا التانية 9-9 الساعة 9. كده هنضطر نعمل واحدة كل شهر بس. كل شهر لغاية ما شكرا لغاية ما ربنا يخليكم. مش عايزين الافكار دي تاني. 12 الساعه 12. ربنا يستر. لا خلاص حاضر هنحاول نعمل حلوه. عجبتني فكره 9 9 الساعه 9. ربنا يستر. ثانك يو ايفريون ويل سي يو ان ذا نيكست وان. اوكي ثانك يو نيجاتيف دونت اكسبت.